انذار شديد اللهجة يبعث به القاضي الأول في البلاد للولاة المتقاعسين في أداء مهامهم. رئيس الجمهورية يبرق برسالة تحذيرية شديدة اللهجة بإنهاء مهام والي المسيل الذي سحب التقاعس منه المنصب. قرار الإقالة جاء بعد تقرير أسود رفعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الحاج مقداد الذي أساء التعامل في قضية عياش، مكتفيا بمتابعة محاولات إنقاذه من مكتبه ولم يكلف نفسه عناء التنقل للمكان لينزل للميدان بعد انسلال روح عياش في غياهب الجب. في ثلاث ايام هذو كما صرت علينا هذه انا كنت تتبع في القضيه وكنت لا ما جيتنيش لهنا وعلى ما بعتليش ماتريال حتى نقعدوا للريجيون الرابع. وليست المره الاولى التي ينهي فيها رئيس الجمهوريه مهام وال من ولاة الجمهورية المقصرين في أداء مهامهم تجاه المواطن الذي يشدد رئيس الجمهورية في كل مرة أنه مصدر السلطة. والشواهد كثيرة إذ لم تمضي سوى أشهر قليلة على تنحية والي البليدة الذي سقط هو الآخر في فخ التقاعس بسبب إساءة تعامله مع المواطنين المصابين بوباء الكوليرا. الشيء المسجل أنه في المدة الأخيرة شاهدوا إقدام رئيس الجمهورية على إنهاء مهام والدين متتاليين. هذا الشيء اللي جعلنا نقف عند نقطتين. نقطة الأولى إرادة السلطة بأنها تريد أن تظهر للرأي العام بأنه فيه تفاعل مع الرأي العام في استجابة لما طلب الشارع، في متابعة للمسؤولين في إدارة الأمم. رسالة مفتوحة للجميع مفادها غادروا مكاتبكم فعهد التسيير عن بعد انتهى، ومن يسيء تنفيذ التعليمات سيلقى نفس المصير. فالميدان هو الفيصل والحكم.